ذكية للألعاب الإلكترونية، فهي هنايا حاضرة ومشرفة بالحضور لهذا ليفينمون ديال فري فاير اللي باغمي لي زيتيغ المعروفين في العالم، واللي دار الثقة من المغرب وشاف البوتونسييل في المغرب بأن جا ينفيستي فيه ويكسبلوتي البوتونسييل ديالو. حنا هنايا باش نأكومبانيو جميع لي زاكتور اللي باغيين يزيدوا بالجيمين في المغرب، بغض النظر على الكوتي الترفيهي ديال الجيمين. الألعاب الإلكترونية كتقدر تكون بوابة للشغل ديال الشباب المغربي ديال الغد، كسوا في ديفلوبمون انفورماتيك، ديزاين، كرياسيون دو كونتينو، السوشيال ميديا، البراندين. ما خصناش نطيحوا في لاديكسيون بيان ايفيدامون. الاباء خصهم يكونوا واعيين انهم خصهم يحداو ولادهم، يخليهم شي يلعبوا في توقيت اللي ماشي هو هذاك ولا ساعات بزاف. هذا هو لوبجيكتيف ديال لا فيدراسيون، هو ان يكون عندنا واحد لي غايدلاينز، اون براتيك اي سبورتيف ريسبونسابل. كي دي ريسبونسابل دي في توقيت محدد، بحال دابا جوور بروفيسيونيل على برا راه عنده 8 ساعات ديال اللعب في النهار كيتريني فيهم، واكوتي عنده حياه اجتماعيه ككل انسان كيدير الرياضه باش يمانتوني راسو. فهذا هو لوبجيكتيف ديالنا، ان نزيدو القدام بالجيمين في المغرب اترافيغ دي بارتناريا مع لي زيديتور، اون اورغانيزون مسابقات يكونوا على المستوى العالمي، ولكن ما نطيحوش في لاديكسيون ونكونوا أولادنا يلعبوا بطريقة ريسبونسابل. احنا اليوم في المعرض الشراكة ديال فري فاير والفريق كابوب الموسيقي بي تي اس، في نطاق واحد المعرض اللي هو كاين في نفس الوقت في ثلاثة البلدان: المملكة المغربية، الجمهورية المصرية، والمملكة السعودية. دونك الهدف من هذه الشراكة هو خلق واحد المناخ يعني اللي هو مزدوج ما بين لا كوميونيتي والمحبين ديال الفريق الموسيقي بي تي اس ومحبين اللعبة فري فاير في المغرب، بحيث أنه خصوصية فري فاير واللي كيميزها بالنسبة للعب الآخرين هي نقدو نقولوا لعبة ديال الثقافات الرقمية، وهي لعبة اللي عندها واحد المنافسات الاحترافية في نفس الوقت، يعني اللي هي بواحد الجدية واحد الميزة خاصة. بالنسبة للشراكة دونك قلنا هي بمثابة تعاون في العالم الافتراضي وتعاون في العالم الفيزيائي. العالم الافتراضي دونك بالنسبة البي تي اس دونك كان واحد الكولابوراسيون، كي كنقولوا واحد الشراكه تعامل مع المصممين والمهندسين ديال فري فاير باش نخلقوا داخل اللعبه واحد الجو اللي يكون بالالوان والاشكال ديال الثقافه الموسيقيه كابوب ديال بي تي اس. بالنسبه للعالم الواقعي كتكون هذه فرصه الجميع المحبين للعبة أنهم يتعرفوا على بعضياتهم، أنهم يتعرفوا عليهم ويتعرفوا علينا، وهذه كتكون اللي هي أول يعني معرض واقعي اللي كتنظمه شركة ديال الألعاب الإلكترونية في المغرب، وإن شاء الله تكون هذه مبادرة أولى ويتبعوها مبادرات أخرين اللي يعاونونا ويعطيونا الإمكانيات لتأطير هذه اللعبة وتأطير اللعب الإلكترونية بشكل ممتاز وجيد ومستمر.